هلا والله بالشغالة البطلة. أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي. مرحبا الساعة. مرحبا الساعة يا أبويا. أكيد بدايتك الشغالة البطلة. بهالمناسبة هذه تنزل لي سحلة أغنية. أوكي. خمس الحواس سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكن في قلبي سني. وخمس الحواس سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله، فاشينيستا دي ما هي شغالة. ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي؟ خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ أقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال. وين وديها؟ أنا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلام أمك. وديها وديها. وانت صادق يبا وعليها ضمان 3 شهور، يعني إذا بزوطت نقدر نرجعها. متأكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدام يمشي. اسمعي يا ابو عامر، شغالة وجبناها لك، بس اسمعي انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمتي الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك تبي شغالة مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ ميري حوادث الطرق. وضحايا حوادث الطرق. ميري عامر شفت ميري؟ لا ما شفتها. صار لي ساعة أدور عليها، وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني أخذت عفشها وهجت. هو يلا خلصينا. نظفيها زين، نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر بس نظفيها. ولا خلاص نظفتها روح اجيب المكنسه ونظف السياره من داخل. طيب طيب بابا طيب. طيب طيب وش بلاس انت زعلانه؟ ما شاء الله ما شاء الله كارفه من الصبح يبا. اي طبعا نكرفها. أنا أبيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. كفو والله يا معامر، في هذا حللنا 20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبا 1,500 راتبها. وتصاجر أبوك. خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين. نظفي فوق اللوحة 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 تحت. كفو والله ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك، أبيك تخلينا معك على طول، أي وقت نحتاجك نكلمك. مفهوم؟ مفهوم ماما. ميري وين طاقيتي المذهبة اللي عطتك إياها اليوم؟ بسرعة جبيها يلا اخلص علي. ممتاز ممتاز. ايه دائما كذا لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله. اوكي انت ممتازة خليك كذا على دائم. اوكي اعطيك العافية. شكرا. ايش عندك مع الشغالة؟ عبد قلت لها وين طاقيتي وجابتها لي. ومين قال لك اصلا تتكلم معاها؟ ما كلمتها ارسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟ رسائل واتس مو بالسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك. سامع ولا لا؟ هقلب الدنيا على راسك.
أبوك الغيرة. ميري! حسوي معاكم ستربس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض، لبن سايل، ميري! فلفل أسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. القابلة عندنا ضيوف. أبيت تنظفين المجلس وتبخرينه. مين قايلة؟ أنا ما في قول. وكنا فرطاني. أقول القابلة، ما تفهمين أنت؟ مين قول؟ ولا أنا ما في قول. مشعل! يا مشعل! ايوه ايش في يا خالي؟ اتصل بعامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما في مشكلة، ودي المكتب، انا ما في قول. لحظة لحظة لحظة. قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. احس ان البلايستيشن فيها شيء. اقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما اصرف، انا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. اوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مره. ها يا رجال، فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامة. يلا يا عيال بعد اذنكم ابروح اودي الخدامة المكتب. يعني منسحب من المباراة؟ في هذا التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شوي اكلم اهلي؟ يعني الخدامة اهم مني؟ اي اهم منك. زبدلة! نتف الجبة! عادي، اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 اوف، وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ تخلوني اركز؟ وراي شغل، وراي شغل، وراي خدمات الغيرة افتشهم. اوف عمى. وش السالفة؟ ابوك قال للشغالة القابلة وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس. انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليله الحياه؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد. أنا علمت الخدام المصطلحات العربية النجدية الأصيلة وبقت تمام التمام. طيب وش تثبت لي؟ بقبل أسر أم سيان الزبلة أم حق ولد دبشة قمقها. أها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة. وسوي شكشوكة، بس لا تكثرين البصل، أوكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم عامر؟ لو اني داريه انك جايبه شغاله ما كان جبت شغالتي معي. وانا لو داريه انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسه هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. لا
يا راس بالي بيد الخد يا طوين حراير من ضرع وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حط الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات تطعم برا، هذي في داخل هذي عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي. بس اللي طابخة ميري. ميري؟ أهم شيء لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخها أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخها أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبائن هذه بابا؟ انت خلاه ما في هرمة اطلع برا. اي صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خلي يشيلهم. يلا عامر. عموري عموري ولا العابد اخلص. وش تبين؟ طفش، ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس من اللي طبخ ونفخ؟ صراحة كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها، دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنعم. لا وماخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعالي يا ميري، تعالي زي التمر انا وياس. تعالي يلا الحين ابحني، انا بروح الاستراحة وانتي زيني المنتو اللي يغمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذي وتكنزينه بالفليزر، لأنه مزبن على رمضان الله يشرفه. أيوة أنا معلوم كله باب. لا تهربين، شيلها يلا خلصيني. عجيب والله. جات أم سعد جايبتي شغلتها وياها. ها ايه عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والمرحي والخلاص مع بعض كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح إلين ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك، 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان، وانت متعود دائما اسكك 3-4، غريبة واحد عليك صح؟ بتشوف الحين بجيب التعادل، واذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبسكك. الو. طيب خلاص خلوها تجهز اغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد، أبروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ، وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع، هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوها من كرسوها. اتخذ التمر السكري مع خلاص. ده شنو الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم؟ انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها. اكبخت مثلها. حقكم هذه ما نبيها، رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها.
لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش عاد تقول انت يا حاج؟ الخدامه دي عندها بنود في العقد. يعني اديك امثله، مثلا واحد لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم، لازم في الاسبوع يوم اجازه، وثلاثه واهم شيء لازم تلتزم بمهامك كخدامه، مثلا يا حاج انت قاعد تخليها تغسل السياره، لا يا شيخ، واربعه فطور وغدا وعشاء، خمسه يوم اجازتها لازم انترنت وتسهل لها التواصل مع زوجها، سته في اوقات راحتها توفر لها تلفزيون، ويفضل يفضل اتش دي طبعا. ما يمدي تدبرني اصير خدامه؟ اوه هالزباين، انا وين ابلقى هذا؟ منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا، يلا شيل شنطه ودي فوق غرفه. اوكي عجيب والله، وراها عليك يبا، وراها عليك، شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش اسوي؟ اتحملها دافع فيها 20,000. اوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي، بيجوني حريم ابيك تساعديني. انا دوام الساعة 8 الصبح، والحين الساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص، انا نوم. عجيب والله، خذها خذها الحين ودها المكتب، ما ابيها. يا يما الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا معامر تعوذ ابن الشيطان. رمضان على الابواب الله يشرفه. وعقب العيد ابشر بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقة. ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشة. ابلش. خلصنا من هالعله، المره ما تبيها بالبيت ابد. والله حاج شوف اسمع، احنا اخلينا طرفنا منها، من رايي كنصيحه يعني تنقل كفالتها. بعت ال 9,000 صافي؟ بعيبه، ترى الصومه طيبه. انا رجالي سراي ودراهمي بجيبي. تدري عاد؟ نصيبك. الله يعطيك العافيه منيره. بس عساها تعرف تشتغل. ايه تعرف مدربتها، واي شيء تبينه يا ام عامر ابد اتصلي اتصلي، انتي تامرين امر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟ هذه يا ابو عامر الشغاله الجديده، منيره ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيره، ونعم بمنيره. نعم بحالك يا ابو عامر. وشلون لقيتيها بسرعه هاي؟ عندي واجد ترى المهنه. وانتش عليك يا ابو عامر، المهم انها دبرتها. المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تامر امر على هالف نفس تستاهل. هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الأسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5,000. 2000 طح 1000. 5,000؟ دقيق. على وين يا أبو عامر؟ أبهج، أبى أدور كفيل. أم عامر بينا فتشة. عجيب والله. يا اخوي يلعب مثل الناس. يا اخي لا هربت لك شيء، لا ترجع شيريا، ما تعرف تلعب، كم فارس هناك يا عيال. متى يجي عامر كذا ونكسر راسه؟ يا حبيبي عامر لما له يومين مسافر، وتوقع بيقعد شهر كامل. الاول صن فن يا حلو. المشكله جواله مقفل، والنذل من يوم ما راح ما اتصل علينا. 400. تسلم لي يا حلو.
المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا، احلى كافي واحلى تكوى، بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحه، بلوت بلوت تكسير روس لين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقه دقيقه. هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر، انت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما حرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت. يا واد عامر من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطه. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. يا ابن الحلال تأكد، أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراه أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكفر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش، ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو ما أنت وقايلين لنا إنك عرفت بيته؟ أيوه. خلاص عيال قول البيت. يلا. هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد. بس ارسل ايميل للشركه وبلغيهم انه موافق على الموعد الاجتماع. سمت على عمرك. عامر راكب في السياره وعنده سواق. الا قسم بالله انه عامر. قلت لكم الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع. اسرع. اقول لك امش. ابشر. امشي بسرعه. أبشر. لا توقف لا توقف. ابشر ابشر. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك، وش تبي انت؟ وقف مجنون انت، بكلمك شوي. وقف. افتح افتح. اخس يا عامر، فلوس عمتك. على ايش شايف نفسك؟ وراك مسك وتحت، لا تقول لك ما تعرف انا ولد عمك. افتح. ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال، في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون. لا لا لا، وش الحكي ذا؟ وين عنا أبو؟ إحنا وين عايشين بو؟ أنا أقول إنه فاقد للذاكرة. إي والله إنك جبتها، عامر فاقد الذاكرة وهو بنفسه يعتقد إنه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال. عضلك على شحمه أنت وسكت، بعدين تعال يدمش أنت وياه. كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم إلا إذا جبنا عامر هنا. يا جماعة الأستاذ نور بنفسه جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، وراح يكون شريك معنا طبعا.
بمبلغ 15 مليون دولار، وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله راح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير فيه خلل بيني وبينك نهائيا زي ما هو. ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونوا جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعا. بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية إن شاء الله. طال عمرك إن شاء الله. أبشر، اشرب العصير طال عمرك. انتم بتعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدرون وش عقوبة الخطف؟ جواد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف، ليه صار جدك خوسيه سيارة؟ هي شايفنا قطة اللي عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي بنفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام، الظاهر ما في فايده يا عيال. اقول نقعوا الخيزرانه يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل من الصبح وهو قاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه؟ حول ولا قوه الا بالله. لا قل لي وشو من اللحيه؟ ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معه وتابعه. حاضر. لا يروح على عينك سامع. حاضر فهمت. حاضر بسرعه. أنا نور، ما أنا بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم! قلناك أستاذ نور! أهرج! أنطق! زيد يا شكوش! أصبر يا عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه! أي. سود عليه! أي. سود! أي. أي. نور! طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟ تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون عقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي.
بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطة. لا 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 هذول يخلهم علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وأعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت ذاكرة صاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. إيه هين عارفه. يلا جايين. يلا عيال هيا. قلت لكم أنا ماني بعامر، أنا ماني بعامر، اسمي نور، ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملاحقيني في كل مكان. أنا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركة ملاحقيني؟ خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. أنتم ناس ما ينفع معكم إلا القوة، وآخرتها تخطفوني؟ يلا خذوهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الصراحه واصل يا فندم. اهلا. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا استاذ. تفضل حضرتك. تفضل مستريح. تفضل. قل لي وش تشرب. لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل تحت امر. يا هلا والله وسهلا. اهلا بك. انا بصراحه أحسد الأستاذ نور عليك، ما شاء الله عليك، موظف كفو، قاعد تشتغل 24 ساعة، تشتغل ليل ونهار، ويكفي يكفي إنك جالس تنقذها في المواقف الخطرة مثل الخطف. أنت وصلك كل حاجة بقى. فعليك، أنا ثامر والأجر على الله. عموماً دوّق بحضرتك. أستاذ يعني ممكن أسألك مثلاً راتبك كم؟ مستورة والحمد لله. يعني مثلاً نقول 10؟ تقدر تقول. لو حسبتها يلا ما داعي نحسبها. عشرة آلاف ها؟ عشرة آلاف مثلاً لو حسبناها تطلع هذه الفلوس يعني يمكن راتبك لمدة سنة. يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي ايه؟ المبلغ هذا ابغى اشتري فيه عيونك. تغمض عيونك عن كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي صفقة. انت يا شباب اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟ يعني هذا مو هو عامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامح.
السيارة سيارة عامر، وعامر يقول أنا نور. إيش الحكاية؟ إيش الهرجة؟ أهلاً أستاذ نور، تفضل طلبك، تفضل تفضل. أشكركم إخواني الإعلاميين، أشكركم موظفين وأعضاء شركتنا الموقرة لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقية الاستثمار مع الأستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. أعتقد أن مهمتي انتهت أستاذ نور. نور؟ أنا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب أني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق الإيميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني أركب معك إني حسيت إنك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ما ادري ايش اقول لك صراحة، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل امانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت أني محاسب بسيط واكتشفت أنه فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟ أركب بديتي. إحنا شباب البوم. شباب البوم يا. طفت سيارة خالي في وسط الهدى والجو ظلام، ما تشوف أي حاجة. قاعد يمشي ويمشي وسمع أصوات غريبة وهو خايف من هذه الأصوات. يا أمي أصواته ما هو. أصبر دحين بقول لك. خالي سمع صوت جني. جني جني؟ إيوه جني. ولحق الجني ورا خالي وقاعد يجري خالي والجني يجري وراه وخالي يجري والجني يجري وراه. أقول لا تفك علينا، مسوي فيها أكشن ورع. تكفى يا عامر، لا تطريهم يجون ترى. أسلوب تخويف هو، حركات مبزرة ما نبي، أوكي؟ وأنت قاعد خالي يمشي، قاعد خالي يمشي، لا تفك علينا، تفهم ولا لا؟ مع السلامة. تعال وين رايح؟ أبروح بيتنا، وين بروح؟ أوكي؟ وجن ما في جن، تفهم أنت وياه ولا لا؟ كره. أجل ما في جن يا ورع ها؟
يكون في علمك تراني قاعد معكم ومستمتع بالقصة اللي يقولها شوكش، بس صراحة زاد فيها ونصب عليكم. ويكون في علمك ترى الجن اللي مسك خاله شكش جدي محروس الله يرحمه، بس صراحة زعلتني منك داخل علينا مدرعم لمحايتي ووزر وورع. ناظرني ورا ما تناظرني، ناظرني انت مناظر ها؟ طيب خايف يا ورع؟ خلاص اخر مره والله صدقت. حرك السيارة، لا حرك بسرعة، حرك. وين؟ أبغى أروح أنا وياك مشوار فيه رجاجيل وفيه ناس، ما أبغى أشوف شكلك كذا، أبغى أشوف شكلك رجل. طيب. قال إيه؟ قال ما في جن. حرك. تفضل تفضل، ما احنا الا اخوانك. يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا هلا وسهلا. ياسر ياسر، وش جابك هنا؟ تعرفهم؟ خويك صح؟ يا خوي قلب قطو والحين أعرس. تحداني أصير كفتة؟ ما تحداك. لا قلت حداك. شيك مفهي أنت يا خوي؟ امشي يا خوي، امشي يا خوي، خليك رجال، خليك رجال، امشي. ما شاء الله جايبين بنورة. هي بنورة، والاسبوع اللي راح رابع، تو الحفلة تبدأ. اي بس انا بروح عند امي. رجعنا لامك. امشي امشي يا ورع انت والله العظيم. كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدوي وهو أوفخ. عاد عرفت المكان، سير علينا ها. يلا فرصة سعيدة، أنا بجيك بكرة. لا 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 تجيني، أنا إذا بغيتك أجيك. ما يحتاج تجي، أنا أجيك في أي مكان. ناسي إن صرنا أصدقاء ذا الحين. إي صح أصدقاء. مع السلامة يا صديقي. مع السلامة.
وقف وقف يا ورع، أباك موضوع مهم. وقف. سلام يا ورع. أنت وش تبي فيني؟ وش تبي فيني كل شوي طالع لي بشكل؟ أبعرفك على نفسي، أنا مداح جني محترم، شفتك في استراحتنا مع ممنون، حبيت أنصحك منه. ليش وش فيه؟ وش ما فيه؟ تعرف على واحد من الإنس عمل له مشاكل مع أصحابه ومع أهله لين دخل السجن. ممنون؟ ممنون هذا نكبة. بتشوف، لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم، فهم؟ أبشر، لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبشر أبشر يمه، حب بخاري مع الرز. إيه عارف المطعم اللي يحب أبوي. مع السلامة. سلام يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. فاتك يا عامر أمس شكوش كمل قصة خاله مع الجن يوم قابلهم في جبال الهدى. ياسر فكك منه، أصلا مو مصدق. يا عيال فكونا من ذي السالفة، خلونا نتابع مباراة. يا ترى توقعاتك ايه لمباراة النهاردة؟ تتوقع المدرب هيصر على نفس التشكيل اللي ظهر بيه في المباراة اللي فاتت ولا هيغير، وخصوصا انه ظهر بشكل سيء جدا في المباراة اللي فاتت؟ في الحقيقة من الضروري ان ينتبه لنفسه واللي سواه قبل، لان لو استمر في اعتقاده هذا راح يدفع الثمن غالي. والله كلام المحلل الرياضي في محله، المدرب سباك، مستحيل يتخلى عن قناعاته الغبية. بشا بشا تفضل هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبي حبة بخاري مع الرز وأربع لبن. عندنا عصيرات طازة هتعجبك قوي. أما عاد هم ليه؟ عطنا المنيو. تفضل يا باشا. عطنا عصير توب. خذ لك عصير جزر يا بزر عشان يقوي نظرك. وش عندك انت ناشب لي بكل مكان يا ولد؟ خلص علينا، انا بنطلب يا ولد. طيب اصبر يا اخي، انت ما تفهم، قاعد اتكلم مع الرجال. ايه هتوفت النحل كتير، يلا روح شوف طلبك يلا. أنت وش عندك هنا؟ روق يا ورع روق، ما قلتك أسحب عليه؟ وش أسوي؟ أسحب عليه يطلع لي في كل مكان. حرك حرك يا ورع، حرك سرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. هلا. سمي با عسى جبت من المطعم اللي انا احبه. عفو عليك، بس احلى حب بخاري مع الرز. يعطيك العافيه يا ولدي، يلا اجلس اجلس. عنس عنس يما. يلا بسم الله. معليش باقي الدجاج معوضين. جايبين لنا تراب وعظام يا دليل الحياة. وش ذا؟ انت ما تستحي على وجهك؟ والله كانت حبة دجاج مع الرز، ممنون هو السبب. وش مجنون وممنون؟ لا
حول ولا قوة إلا بالله. أقوم أسوي لك تونة. تعالي قديلة أسوي شيء أبد ولا أنا مسوي شيء خلاص. ما أنت بصاحي فيك بلا. ما شاء الله ما شاء الله تلعب البلاي ستيشن حقي بعد يا ورع. حركات المبزرة ذي بطلها واذا انت رجال وقف لي يا اخوي. انا ماني رجال انا جني. يا رجال عمر عمر وش مالك تتطط كامس هبلت انت. لا عاد انت زودتها والله ما خليك والله ما خليك. عجيب والله عجيب. ابوي لا جني اذهب عن وجهي اذهب. يا اخي ثور بذر في احد يحمل ابوه بهالاسلوب ده؟ احسبه انت. لا 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 اي تحسبه انا؟ لا مو بكل شيء يصير تحسبه انا اللي مسويه. ركز ركز يا عامر ركز. ترى الدعوه ما هي بها اللي تبي. ابشر ابشر ابركز ابركز. أرخي شباك افتح كبوت يا ورع. شغل شفت كيف خويك ممنون خطالك شحن بطارية توصيني بشيء؟ سلامتك. الله يستر عليك. عبي بنزين فل اخضر يا صديق طقة واحدة. طيب على ياسر. لا ما في شيء بس متقروش شوي. اوكي اوكي خلاص. الجوال على كيفك تصرفني؟ تحسب ما في حكومه ما في شرطه؟ الحين اسلمك يا ورع. وش تبي مني انت؟ وش تبي مني؟ ابيك تصير رجال يا ورع، خذ جوالك خذ. نبني سيارتك. الهلي. يا يا ارحب. سلام يا عيال. هذه السيارة يبغالها تفكيك سريع سريع. قطعة صامولة مسمار ما تبقوا فيها ولا حاجة.
يا عيال يا عيال ذي سباينه عندي عندي في ذمتي يا تشالي احنا مدورينها طوارئ. هات يا حبيبي هات، بس لا تنسى انت هو السياره انا اللي جبتها، يعني نسبتها الكبيره لي حقي. ليش تضرب؟ ليش تمد يدك؟ يعني عشان قلت لك النسبه الكبيره لي؟ اركض ها اركض، لا ما انت تدعيك بس ما انت تدعيك انت نزل يدك. وي وش ذاك انت وش ذاك يا اخي؟ ما مديت يدي عليك مجنون انت؟ وش ذاكم يا عيال؟ ليش بديتك؟ لا تتبلى علي ما مديتك. خلاص خلاص هدوا 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 يا ورعان. انتم ورعان تهاوشون عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة تهاوشون. عيب عيب ما يصير يا شباب. اتفاهدوا عشان سيارة عشان سيارة. صب صب ورع عيال عم تهاوشون، وش خليتوا المبزرة انت؟ عيال عم وعيال خالة وبعد ويفركوا هلي والتشليح والله عيب. يا عمي ذبح امنا امتحنا حسودي وينافخ ويتفلت ومخرب ام الهرجة والاتفاقات. اقول لك كمان ذبح اعتذر من عمك. ابشر يا عم حصل خير. اعتذر من عمك الثاني حصل خير. يلا هنستعد. والله ما تروح يا عم، نبغى نعشيك الليله تكفى. وش عشاكم؟ اللي تطلب اللي تامر ابشر. عشا ها؟ والله بين عليك من كابك وطقمك انك تبي سمك ها؟ اقول كل تبن. انا اشهد ان الرجال علومه طيبه. قليل الوقت ذا تحصل امثاله، كفو شهم. يا عيال ترى ما عرفنا ذا، من هو؟ يا ابني احمد ربك انه دخل علينا ولا كانت ذابحنا. يا عيال الهل هلا ياسر يا اخوي وينك انت؟ قايل لك منك بعجل علي. وين ديساين ريال؟ اصبر انت ما تشوف سيارتي انزرفت. خلاص بعطيك اياها راح اخلص اخلص بسرعه. اتحداك الجن البطل. انتبه مره ثانيه يا ورع. كفو والله تكفى يا مداح وتكفى تهز الرجاجيل والجن بعد. فكني من ممنون. ما في حل الا تطنش. ان بديت تفك فيه بيجيك مره ثانيه وثالثه ورابعه. ويا مصيبه تبي تحصر قدامك اعرف انها منه. طنش تعش فهمت يا ورع؟ فهمت فهمت. وين ديساين ريال؟ طيب طيب لا تنفخ. ما دام رجع الموتر ابشر بعزك، هذه 200 ريال، الباقي لك. شكرا. عفوا. لا والله بالهلي. يا عيال ذا ازعجنا بشخيره. يا ابوي يا شخير ودخل جوا راسي، خشم الفقي ذا يبغى له توضيب. العب العب العب. الحين بتلقم. حريقة يا عيال حريقة! حريقة حريقة! يا عيال حريقة! ايش القصة يا عيال؟ قم حريقة! يا عامر قم حريقة قم بسرعة يلا قم! طنش. لا تفكر فيه يجيك. طنش. ما هو؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وضعك دلوقتي مستقر، مع إن الحروق اللي جات لك كانت حروق خطيرة جدا، بس الحمد لله. أيامه تتحسن. الحمد لله على السلامة يا دلخ. أنت؟ وش جابك يا وجه النكبة؟ الحمد لله على السلامة يا عامر. طنش. لا تفكر فيه يجيك، لا تفكر فيه. شكل سالفة التطنيش ماشيتن عليه لا الحين. صدقك يا بداح بسرعة. انت دلخ دلخ. انت واقف وسط النار والجوال معك، لين النار شبت فيك، دلخ. وش السالفة؟ انتم مع بعض. احنا اخوان واكثر من الاخوان. احنا واحد بعد. اركض.
كنت هديتي. احنا شباب البوم. وينهم؟ مبروك عليك التقاعد يا ابو عامر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبرايز! حضرة المتقاعد ابوي، السيدة زوجة ابوي المتقاعد، السيدة مشاعل زوجة العزيزة، السيد سليمان البزر. اما الان مع كلمة المتقاعد ابوي، صفقوا له. أتحداك يا متقاعد البطل. عيالي أم عيالي، أشكركم شكرا جزيلا. أنا الآن حسب ما راح أتقاعد من شهر العسل. يا عساك ما تذوقه، هذه أخرتها يا أبو عامر؟ تبي تعرس علي؟ عرس التقاعد، عرس التقاعد يا بنت الحلال، خلاص أبغى تفرغ لك. الله يهديك يمه، دائما تفهمينا غلط. أما الآن مع كلمة حرم المصون مشاعل. ممكن يا خالي تشرح لنا ايش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل، لكن كل شيء في وقته حلو. انا خالد اجل نقطع الكيكه. حيو بابا. ايوه حيو بابا، حيو بابا، حيو بابا. يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، ما له خبر لا يكلم. حداك الاغنيه البطله يا عيال، اقدحوا هذه احلى كيكه لعيونكم. وش المناسبه يا عامر؟ بمناسبه تقاعد ابوي، هذا التمديد الرابع له. تصدق اول مره اشوف ابوي مبسوط كذا. ما دام صار عاطل، ايش رايك نسجله معانا في الاستراحه؟ ايه لا تقول ابوي عاطل، تفهم ولا ما تفهم؟ صاير تبون. تكفى يا مطربنا، مناسبة تقاعد ابوي ابي اغنية. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاق. يا للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاق. عاش وعاش بعد ما عاش. اليوم أول يوم متقاعد ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين، ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كده نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالد؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا. شاب الشارع عبد يا ليلاني، خلي هجرني وزود الهم بيا. شاب الشارع عبد. عطنا خالد عبد الرحمن. آخر واحدة ذي ولا؟ آخر واحدة. الصديق وقت الضيق قالها وعضيق، يوم صرت بضيق جيت أدور للصديق. خلصينا. بس اغنيه بس اغنيه. انا البارحه مبسوط والبيت زين مرقود، حسبي على من كان هذا من اسبابه. تكفى تكفى، اخر واحده
أنت قاعد باستراحتنا واجد، حتى أخويك شف راقد هناك. خلاص 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 من حبكم يا زين عزلنا. ما عاد لي في هواكم شفنا ورادة واللي شبكنا. عاد أنا جاني النوم أبمشي ها، وخذ راحتكم ما عندكم لاستراحتكم، أرقدوا هنا ها. لا إله إلا الله يا زين حرتها، الحمد لله إيش هود وبهود والعدو مغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سم تعال. سم انت ما تعرف ولا الساعه 1:30 الحين وانت مسؤول عني عشان تسالني يا ابو عامر؟ هذا ردك يصير خير الكلام هذا يا ابي ياسر، ابوك الصبح ان شاء الله. الله يهديك. بس حبيب شايدك الأخو؟ أنت صاحب هذا البيت؟ لا أنا جاره. وش جايبك نص الليل؟ أهل البيت هذا طالبين عشاء. عشاء هالحزة؟ وهذا وقت عشاء اللي عقبنا. أبو عبيد يا أبو عبيد، وش عندك يا أبو عامر؟ ها؟ أنت طالب العشاء هالحزة؟ إيه يا حبيبي هالوجه، هات هات حنا طالبينه يا حبيب. هد... شكرا شكرا يا أخ. والله الرجل راح والله الرجل قبل، احد يطلب عشاء هالوقت؟ وانت من حلالك قرش دافع شيء، بعدين وش اللي مطلعك الحزه؟ جاي اشوف فعالك السوداء اللي سكن وهم ضلع اللقافي من علامات الشيخوخه والخرف. تسمع طبنا الفيضي انت يا وجه اسمك، توكل على الله توكل توكل امشي. عمر عمر سميبه وينك؟ فيه الحزة عند العيال بالاستراحة. يلا بيتنا تذكرك روح لربعك، روح لهم الاستراحة مرة ثانية. وراك علي يبا، بالعكس اليوم جاي بدري، بالعادة اجي الساعة 3. الله أكبر، وين عندك وجه تقول جاي بدري؟ أقول لك فشلتنا، امشي هالمرة ادخل بالبيت يلا بسرعة. يلا سم نسمع علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى. وين الشكشوكة حقتي؟ والله لسه ما خلصت. انت كده على طول دايما حار؟ ايه انا جوعي حار، بعدين ليش ما ولعت اللمبات؟ خالي لسه ما خلص من الترميمات. الا منتهي السباكة والكهرباء كلها جاهزة. كفو والله اتحداك يا رب البطل. هذا ما هو شغل جيل الهمبرجر، الرجال لازم يعتمد على نفسه. وش تقصد؟ ايش ايش تمسكر شغل يلا. ابشر عجيب والله. صالح يلا صباح خير. يلا سم وش تبي؟ ايش فيك انت؟ دقيت عليك برا مرتين ثلاث مرات ما رديت. وش تبي؟ انا ادري قلق انت، وش تبي؟ ولك ما جاء الا عقب منتصف الليل البارح. وليه جاء بعد منتصف الليل؟ وش عندك انت؟ وش تبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا ابن الحلال، ترك اشغلتنا انت. اسمع عاد تربي الولد ولا ربي انا؟ كفو انت تربي، انت كفو تربي ولدي انت. اقول لك لا تدخل في خصوصياتنا مرة ثانية، احذرك. انا حبيت ابلغك لاني اعتبر ولدك مثل ولدي، لكن انت ما بك فايده. اقول فك كذا بس، قال ايش؟ قال ولدي. لكن هين يصير خير ان شاء الله. يا سلام الله يا حباب جرل الحاني صابني. اوه نسيت المفتاح يا نور عيني نور عيني. نور عيني. يس بابا. هاتي لي المفتاح على الطاولة، اركضي. حاضر بابا.
شبلاك انت ما تستحي؟ نور عيني نور عيني، والشارع نور عينك؟ شبلاك يا ابن الحلال، هذه اسمه نور عيني. الله يعميك انت وياها، تغزلها بالشارع؟ يا اخوي ترك ازعجتنا يا ابو عامر، الله يرحم والديك، توكل توكل على الله، توكل على الله. اسمع عاد. توكل. مفتاح. ايه اشتي اشتي، يلا يلا توكل على الله، توكل على الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. سليمان! يا سليمان! ايش هالنوم؟ عامر! يا عامر! 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 ها! والله شيء، كل هذا نوم؟ هاي هالعلم عندي أنا. نايمين إلى هالحزة؟ أنا لأوريكم. يا ولد! يا اللي هنا! عامر! يا أبو عامر! خير خير يا أبو عامر! لا إله إلا الله! وش فيك؟ وش فيك يا أبو عامر؟ وش فيك ازعجتنا وطفيت علينا المكيفات؟ جيب القهوه البطولة سمحتي. وشلون وانت طافي الكهرب علينا؟ ها؟ اقول لك يقهر. سلامات سلامات. وش فيه؟ مين طفى المكيفات؟ انا اللي مطفيه، عند سمانة؟ بلاش. ايش قلتي؟ ما قلت شيء. اقول وش رايكم نروح برحله لما زرعت عمكم ابو سيف الله يرحمه. انا ما اقدر، مرتبط مع العيال بالاستراحه. وانا ما اقدر، اختي بتزورنا. وانا بساعد خالتي. المزرعه ما فيها نت، وانا موعد اخوياي العب معهم فورتنايت. عجيب والله. على والله بالعائلة البطلة. والله يا أدسون حاس الكهرب والسباكة حوس. حتى ضحكة زوجتي حاسها. والله إنك صادق أدسون. أبوك مغاطس من الصبح ما أدري وين هو فيه. الله يستر بس. والله أنا خايفة على خالي، من يوم أتقاعد هو مو خالي اللي أنا أعرفه. ياهو مستقعد للجيران ورافع ضغطهم. وحنا بعد رافع ضغطنا. أنا رافع ضغطكم؟ أنا حايس الكهرباء حوس؟ أنا أديسون؟
اخوي. الحين وش بلاك يا عامر؟ ما تركز على السواقه وتترك الجوال. ابشر ابشر. شلون عرف؟ يا عيال اليوم نبي فله، نبي رقص، اوكي؟ اوكي. بس اللي مثل الدجاج ما نبيهم. من اللي مثل الدجاج يا ورع؟ اللي ينام بدري من المغرب. لا يا شيخ، انا اوريك اليوم من اللي يرقد بدري ومن اللي ما يرقد، ها؟ انت وياه يا الفروخ. عطنا عطنا اغنيه تكفى. في منتهى الرقه، في منتهى الذوق، حبيبتي في كل حاجه عجيبه، اذا حكت تعب تخليني اروق، واذا بغت تدين راسي تجيبه، ودي تحطتني على راسي من فوق، وحدنا صارني كثر خلي بطيبه، حتى وهي جنبي حسسني الشوق، وشلون لما شفتها يعجبني اللي قد التحدي، اللي ينهزم يعشينا، مو مثل بعض الناس. وراه مو بمثلي، بعدين يا عبسي واك جايب سمت، تن جبت برست. ابو جوك، اسمع نقنق معنا بسمك، وبعدين اضربها برست حراق خليه يلعب بطنك. تعال امسك امسك بس جرب ذا اللقمه، شوف يا الله يا ربي، شوف 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 سمو سمو عيال. جرب واحكم ها. بسم الله بطلة. يا ولد هاي سلامات يا ولد. ظهر انها شوك انشبت بحلقي بس ما خلاص ما عاد احس به. شكله بلعها يا عيال. عموما خلونا ناكل وبعدها يجي صك بلاي ستيشن واللي ينهزم يجيب العشاء بكره. اوكي اوكي. عطى روح بدري عليك. مو بس انه صايف بروست شو سوات؟ لو انك ماكل معانا كان اصرف لك بدل الفلسفه حقتك يا ابو برست. حشوفك كل يوم واروح واقول نظرات ترد الروح، اعيش فيها عشان بكره عشان ليل اللي كله جروح. حشوفك كل يوم واروح واقول نظره ترد الروح، اعيش فيها عشان بكره عشان ليل اللي كله جروح. طالع بنوره انت وشكم يا عيال؟ فزتوه بتراكم. انخبر صوتك مخيس وما ينسمع، شلون طلع كذا حلو؟ يهب صوت محمد عبده بنفسه؟ والله عيال مو بقصدي، بس لو تبون اسكت اسكت. لا 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 تسكت، بس انا ماني مصدق، شكلها صدفت معك او اذانينا فيها شيء. اذانينا ما فيها شيء، كلنا سامعين بوضوح. لا ما اعتقد. تكفى والتكفى تهز رجاجيل، نبغى نسمع اغنيه ثانيه في صوت ابو نوره. المشكله ما حفظت اغاني واجد ابو نوره، هذا الازازي. تكفى يا ولد العم، اغنيه واحده بس ابغني لكم، بس لا تناظرونه كذا. ابشر بروست. ما بغى. هلا عند باب. يلا تهقوني يا عيال في جني. لا ما اعتقد يا ابويا. هذا السمك ايش تقصد؟ الشوك اللي نشبت في حلقه يا ابويا، اشتغلت وسوت عوائلها. هاي الشوكه. صاحبكم هيدا مشهور؟ ايه مشهور، وش تبي منه؟ حلو كتير، بدنا اياه يغني عنا هاوني بالمطعم. والمقابل؟ المقابل
ورقه زرقاء 500 وانا وانت شو؟ انا مدير عماله. تكرم عينك. كمان ورقه زرقاء. انا بمشي، عرضكم ده ما يحمس. لا 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 لا، عاد 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 عاد، استنى يا خيي، روق علينا. شو بدك؟ شلون شو بدي؟ الحين خوينا هذا جايب صوت بنوره وتقول لي 500 ريال. ولا يهمك ولا يهمك، فوقهم كمان عشا. لا دام فيها عشا اجل توكلنا على الله. بس اسمع، تعطيني 1000 ريال كاش عشان انا اعطي خويي 500 وانا اخذ 500، لاني اخاف انه يحسبني زرفته. اوكي تكرم عينك ولا يهمك. نسيت اقول لك، ترى خويي ما يحبك المطعمكم. مطعمنا ولو ليه؟ جيب له بروستد. ولا يهمك ولا يهمك، بنجيب له بروست. انا حبيبي بسمته تخجل الضي، يكسب سنة بعد رد جا من جبينه. هذا حبيبي ارعى العيون الناعس ارم شهافي، لسل همت ذاب الهوى من حنينه. هذا حبيبي انا حبيبي بسمته تخجل الضي، يكسب سنة بعد رد جا من جبينه. هذا حبيبي راعي العيون الناعس اهرم شهافي، لسل همت ذاب الهوى من حنينه. هذا حبيبي قالوا لي انك مدير اعمال فنان صالح، صحيح؟ اي وصل. ما شاء الله، اجل هذا كرتي طال عمرك. انا صاحب استوديو كبير وضخم ومعروف ايضا، ودي لو ترسل لي الفنان صالح ابى اسوي له ديمو. ديمو بس صالح ما ياكل الا بروست. يا اخي هذه مي بكله، هذه طال عمرك اللي بنسجل له مقطع صوتي، يعني تقدر تقول اشبه بالتجربه، وانا عندي احساس كبير انه هذا الفنان خطير وبيكسر الدنيا. ابشر بالديم وما طلبت شيء. مع السلامه. مع السلامه. يا مان يا الاخو تفضل، شو عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. لو سمحت، انا عندي فنان عنده ديمو وقالوا لي لازم اسجل اغنيه علشان الديمو، وش النظام؟ تفضل استريح، ابو سعد مشغول شوي. مشغول. تفضل. ايه طيب عادي، نتفضل. انا ما ابي غير ابو نوره يسجل لي الاغنيه. طيب بس ابو نوره بيكلفك 150,000 ريال. 150؟ نعم. مره كثير. في غيره اقل بكثير. انا ما ابي اسمع صوت احد بزفه اختي غير صوت ابو نوره. 150,000 ريال. ما ابي شيء، خلاص. خليك هنا لا تتحرك. لو سمحت يا اخت، ممكن اكلمك بكلمه راس خارج الاستديوهات؟ كلمه راس؟ وش تبي؟ تفضلي. من جدك؟ نص اغاني بنوره من كلمات الوالد امد الله في عمره، حتى بالاماريه امس متغدي معنا سمك. بس كم المقابل؟ انت كم تقدرين تدفعين؟ لا انت قول. انت الاول. خلاص خلص علينا، بكم؟ لا السيدات اولا، قولي لا تستحين. 50,000. 50,000 ريال؟ ريال سعودي؟ صدق ولا تمزحين؟ ما تقدرين تدفعين اكثر؟ 60,000 ريال اخر كلام. موافق. بس كيف اثق انه كلامك صح؟ ارسلي لي الكلمات على الواتس وبكره الاغنيه تحضر لك بالبيت. هلا والله بالاستديو البطل. حبيبي ابو صلاح، نبي التسجيل شغل نظيف. ما تخافش، عيب عليك. من وين جايبينهم دولي؟ نزل ايدك، نزل ايدك يا بابا. كخ كخ، عيب، دي من اقوى الانواع. وبعدين انت ايه هتعمل لي فيها عبد الحليم ولا ايه؟ ما تغنوا تقرفنا، قصدي غنوا وخلصنا بقى. سلامات،
لا تنفخ على ولد عمي، بعدين احنا دافعين حق الاستديو. ها يا استاذ عمري، الاشكال اللي انت جايبها لنا دي يا راجل، ما كنت قلت لي وكنت جبت لك مطرب، انما ايه صوت وصوره وشكل وبحه حلوه. يلا يلا انت صالح. اصبر اصبر، ضيعت الكلمات، ابى اتلين شويه، احس اني تعبت. خلاص خلاص يا صالح، اشرب ماء اشرب ماء وبعدين تلين بالملحق. اشرب يا سيدي. تست 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 تست، انت لسه هتعمل تست يا استاذ عامر؟ ما يغني بقى وخلصنا يا اخي. اقول استنى شويه ابو صلاح، انت وراك عجل وحريقه، يلا عطى تست وبعدين ادخل باغنيه الفرح. اتفضل اتفضل، خش في المود يا استاذ. ما عاد بدري قلت لي وش تحرم، ذابت نجوم الليل من جمر لها. عظمة العظمة العظمة، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا سامعه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا 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 لا، ده كتير. ايه الصوت ده؟ ده بجد اللي انا سامعه؟ حقيقي الاسطوره خليفه ابو نوره. اتفضل اتفضل استاذ. الله عليك، بصراحه جميل. مش النجوم اللي ذابت، انا اللي ضبط يا راجل. ايه ده؟ انت فعلا فزع. اهو دول بقى يا استاذ عامر ما بيخرجوش غير لما يكون في صوت حلو قوي 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 وبحيته حلوه. من زمان الصوت ده ما ظهرش على فكره. الحاجات دي نادره ولازم نحتفظ بيها. غلفوه يعني؟ لا بجد، ده لازم ينزل في شريط فاجر. انا عايزه، ده بسوليفانتو، ده حاجه بكر جميله. قوم يا عم تعالى معانا اهو. غلفوه غلفوه. ولد عمي ابو نوره تفنن بالاغنيه بشكل خرافي. قايل لس خلي بنوره علي. هذه 60,000. والله لو ادري الاغنيه بتطلع بهالروعه كان اعطيتك زياده. حنا فيها، خروح لاخر الشارع عند المحطة في صراف، تصرفي لي وتعطيني. ان شاء الله المرة الجاية. تعرف فنانين ثانيين؟ عفو عليس، اعرف كل فنانين العرب، كاظم، عبد المجيد، عبادي. كلهم تعرفهم؟ ابد، كلهم نعرفهم، اتصل نصل. وكلمي صديقاتس، اي احد تعرفينه من قربس كلميهم، اوكي؟ خلاص ان شاء الله اتصل عليك. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. هلا والله بالدراهم. هلا بولد العام. اسمع، هذه 60,000 لك، 10 ولي 10، وباقي الدراهم متى بتدعيهن؟ بعدين اعلمك وين ادعيهن. امش. ابوك الدراهم. استاذ عامر، المره الجايه اذا تكرمت يعني يا ريت تغير لي الجهاز ده. هو خلاص، ابشر ابشر بعزك، بس خلينا نطلع دراهم شوي واجيب لك جهاز من امريكا. ماشي عامر. أبي أقول لك شيء مهم. سم. عجزت أنا مثل الناس، لي يومين. بلا من البروست اللي تاكله الحراق. أجل في أحد يفطر بروست بالثوم؟ ابن الحلال ما له صنعة بروست. حلقي كل ما جيت بنام بنسدح، أشغلتنا الشوكة. طيب ولا ما تنام وأنت واقف؟ رانا عامة. الزبدة ترى بروح المستشفى. طيب أصبر كم يوم إلين ما نخلص الطلبات اللي عندنا وبعدين نروح المستشفى. ما أقدر، عجزت أركز. يا ورد خليك على كف الأيام، إما صفالي الوقت أكيد بيصفالي، ترحل وتقبل مثل طيف بالأحلام، وأكيد بيجي يوم وما ما 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 بتلقاني. الله يعطيك الصحة والعافية وما قصرت، بس أنا في الحقيقة قصيدتك دي ما عجبتني ولا رح أغنيها. ليه يا ابو نورة؟ وش دعوة الله يهديك؟ أنا متفق مع مدير أعمالك إني أدفع لكم 200,000 ريال عشان تغني لي قصيدة يا أبو نورة. المسألة مو مسألة فلوس، المسألة إني ما راح أجاملك وأغني القصيدة دي وهي مكسرة. أنا بصراحة أعتذر لك وما راح أغني القصيدة دي. يعطيك العافية، ما قصر. تفضل، مشكور حبيب. وبعدين معك أنت في الحراجات هذه؟ طول عمرنا قلت تسمع بنفسك يا ابو نوره وتحكم الضحك. انا كم مره قلت لك الشاي حقي ملعقه واحده سكر بس يا بني ادم، ملعقه واحده بس.
ترحل وتقبل مثل طيف بالأحلام. أكيد بيجي يوم ما 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 بتلقاني. ما هذه القصيدة الممتازة؟ ما شاء الله ما شاء الله عليك، وش ذا؟ صح لسانك، من تبي يغنيها؟ آه يا عامر يا أخو، تبدي بغت تنقطع. أبو نورة ما خليت عنه شيء، قلبته يمين ثم قلبته يسار، جيته منه هو مدير أعماله وقلت بعطيكم اللي انتم تبونه، وسمع القصيدة لقيتها عليه وسمعها وقال لا ما أبغى أغنيها. اسمعني يا عامر، هذه قصيدتي أبيها تظهر للنور ويسمعها الملك كله. يعني أنت تبي بنورة يغنيها؟ إيه بنورة، وميت على بنورة موت. شكلك جيت لبنورة بوقت غير مناسب. أنا وش يدرينا عن أوقاته؟ بنورة إذا جيته هو مروق يعطيك حتى عيونه. وعساك تعرف أحد يعرفه ولا تعرفه، شو العلم؟ أف عليك، بس بنورة والوالد أخويا من يومهم صغار، وأبوي كاتب نص كلمات بنورة، حتى بالأمارية أمس متغدي معنا سمك. فيا عامر، أبي الرجال يغنيها لي، واللي تبيه اللي تبيها حوله لك حال حين في حسابك. ما عندك مشكلة. لا ما يصير كذا، لا وينه؟ وينه صالح؟ وينه؟ صالح مين؟ صالح شوكة. ولا طلع يا دكتورة بينامة ولا. ولا تطلعها، خلها موجودة. هو تأخير مش في صالحنا، لو هو مش جاهز للعملية أنا ممكن أدير شوية مسكنات لغاية آخر الأسبوع. كفو يا دكتور، المسكنات ممتازة. أهلين بفناننا راشد. يا مرحبا أبو طلال. مين قال لك اني انا سويت 5 أغاني حفلات الاسبوع هذا؟ انا ما سويت ولا اغنيه. الموضوع فيه انه خليني انا اشوف الموضوع وارجع اتصل عليك. طيب حبيبي، مع السلامه. الدكتور قال المسكنات تزبنك ذا الاسبوع، يعني لين ما نخلص التزاماتنا. اي التزامات؟ انا شغلها من صحتي. ياك مخه، ترى موقعين مع عالم، يعني اذا ما خلصنا امورهم بتنسجن الاسبوع ذا بس. اوكي، وبهالمناسبة هذه أبزيد نسبتك 60%. كذا عسى الله يصبرني. يلا ورا ما فرحت، تعبان ما تشوف شر. طيب كيف؟ أنا ما غنيتها. أبشر عمرك، بشوف لي حل. استغفر الله العلي العظيم. قبل ما ندخل بالتفاصيل أبي أعلمك أن ناخذ على الأغنية 50,000 ريال. طيب تم، ما عندي مانع. من تبي يغني لك؟ أبو خالد. أبو خالد؟ أيهم أبو خالد؟ أبو خالد ما غيره، عبد الكريم، وبعد ودته مع ابن فصلة. تبي عبد الكريم يغني شيلة ومع ابن فصلة؟ همك تقول تسوون كل شيء؟ إيه نسوي كل شيء، بس أنت خابر، حنا في الرياض وعبد الكريم بالكويت، وما أدري عن مواعيده. مو بنت تعرفون كل الفنانين؟ دق عليه الحين وتوكل. إيه صح، خلاص ندق عليه. وفلوسك جاهزة كاش، تبيها الحين؟ لا ما بيها الحين، خلنا نسجل العمل وادق عليك تجي تتاكد. هذا الكلام استاذن انا. الو، هلا، تبي اغنيه بصوت محمد عبدو؟ ابشر بعزك، متى تبيها؟ لا اليوم ما يمدينا. 160,000؟ ابشر بعزك اجيك الحين، ارسل لي الموقع جهز الشيك. مع السلامه. هذا زبون جاد يبي يدفع 160,000 عشان أغنية. جو لمو حلا لا يا الدرهمات. 160,000؟ عامر أجي معاكم أتفاهم معاهم. لا أنت تفاهم مع نفسك. أبو نورة عفو عليك، بس الوالد أبو نورة أخويا وسفراتهم كلها مع بعض، أنت بس عطني الشيك وخلال ساعة والأغنية بجيبي. 60 سنة وأنا أغني وانت جاي في يوم وليلة تقلد صوتي وتخرب مسيرة الفنية؟ انقفطنا من فنان العرب كله من عامر. أنا؟ ايش دخلني أنا؟ أنا اللي غني ولا أنت يا المزور؟ هيا غني لي. والله يا طويل العمر ما راح أسامحك إلين تغني لي. أقول لك غني لي مقطع بسيط من أغنية لا تجرحيني. لا تجرحيني جرحك العام ما طاب. برافو.
آها الموضوع فيه شوكة. اسمع يا ولدي، أنا سامحتك بس خد بالك تاني مرة إذا جيت تاكل سمك انتبه من الشوك ولا تأذي الناس. كفتة 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 يا كفتة، وش هذا؟ كفتة اشقله بسرعة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع ثلاث شوكات لسمك كبير جدا من حلو. اركض بديتك.